بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الخامس الابتدائي، ازيكم يا ابنائي؟ عاملين ايه النهارده يا اولاد؟ ان شاء الله هناخد الوحدة العاشرة الهندسة، الدرس الاول فئات الاشكال الهندسية. هنتكلم عن الخطوط والمضلعات، ونتكلم عن الزوايا، تمام؟ العلاقة بين الخطوط وانواع الزوايا والمضلعات، حاجات بسيطة جدا وسهلة. اول حاجة، الخطين المتوازيين خطين غير متقاطعين، توجد مسافة ثابتة بين اي نقطة ونقطة مقابلة ليها، اسمهم خطان متوازيان. الخطان بعد كده متعامدان، يعني بيكونوا متقاطعين والزاويه بينهم بتبقى 90 درجه، اسمهم خطان متعامدان، تمام؟ بعد كده خطان متقاطعان وغير متعامدان، بيتقاطعوا في نقطه والزاويه بينهم لا تساوي 90 درجه. انواع الزوايا، في زاويه حاده وزاويه قائمه وزاويه منفرجه. الزاويه الحاده بيكون قياسها اكبر من الصفر واقل من 90، والزاويه القائمه قياسها 90 درجه. الزاوية المنفرجة بيكون قياسها أكبر من 90 وأقل من 180. تعالوا نتكلم بقى عن المضلعات. المضلعات دي أشكال مغلقة ثنائية الأبعاد ولا ثلاثية؟ ها، هي أشكال مغلقة ثنائية الأبعاد، مكونة من عدة أضلاع لا تقل عن 3 أضلاع. يبقى أشكال مغلقة اسمها ثنائية الأبعاد يا أولاد، زي مثلا المستطيل، المربع، المعين، أي مضلع نقطة البداية ونقطة النهاية بالقطع اللي تترسم بتبقى ملتقية عندها. لكن لو الشكل زي ده يا اولاد، نقطه البدايه والنهايه ماجوش على بعض، ليس مضلع لانه ليس مغلق، لازم طبعا يبقى يكون مغلق. الشكل ده برضو ليس ايه؟ ليس مضلع لانه به اضلاع متقاطعه في غير الرؤوس، يعني لازم يبقى في نقطه تقاطع واحده بس موجوده. تاني نرجع تاني كده، لا يمكن ان تكون الاضلاع منحنيه او يتقاطع احد الاضلاع مع ضلع اخر غير الرؤوس. من أمثلة ذلك، في مضلعات، مضلع ثلاثي مثلا اللي هو المثلث، مضلع رباعي ل4 أضلاع و4 زوايا، والمضلع الخماسي يا ولاد 5 أضلاع، ده الشكل الخماسي أهو، والشكل السداسي ل6 أضلاع و6 زوايا، دي اسمها زاوية، اللي هي المحصورة بين كل ضلعين متقاطعين في نقطة. قلنا الشكل ده طبعا ليس مضلع يا ولاد لأنه ليس مغلق، وهنا ده ليس مضلع لأنه تقاطع في إيه؟ في أكتر من نقطة، لازم مفيش تقاطع على نقطة البداية والنهاية فقط. الدائرة ليست مضلع لأنها خط منحنى، الدائرة لها عدد لا نهائي من محاور التماثل. إيه هو محور التماثل يا أولاد؟ محور التماثل ده عبارة عن خط بيقسم الشكل إلى جزئين متطابقين بعد الطي، هو الخط الذي يقسم الشكل إلى جزئين إيه؟ متطابقين. نص الدائرة لها محور تماثل واحد، الدائرة لها عدد لا نهائي. المثلث المتساوي الأضلاع ليه 3 محاور تماثل، المربع بيكون ليه 4 محاور تماثل، المستطيل ليه 2 محور تماثل، المعين ليه 2 محور تماثل، شبه المنحرف المتساوي الساقين لمحور تماثل واحد. ده اسمه شبه منحرف متساوي الساقين يا اولاد، يكون في ضلعين متقابلين متوازيين وغير متساويين في الطول، وعندي في ضلعين اللي هو الساق، ده اسمه ساق وده ساق، ودي اسمها قاعده صغرى وقاعده كبرى، الساقين هنا بيكونوا متساويين. تعالوا نشوف بقيه الصفح اللي بعدها يا اولاد. احنا في صفحه 126 من كتاب الاضواء، الصفحه اللي بعدها 127، تصنيف الاشكال الهندسيه. يمكن تصنيف الاشكال الهندسيه باستخدام التسلسل الهرمي الاتي. تعالوا بقى نحفظ مع بعض الخواص للاشكال الهندسيه، زي شبه المنحرف، المتوازي الاضلاع، والمعين. شبه المنحرف يا ابنائي، ركز كده، ده اسمه شبه منحرف، هو شكل رباعي فيه زوج واحد من الاضلاع المتوازيه، زاويتان حادتان وزاويتان منفرجتان. في زاويتان حادتان اللي هما زاويتان القاعده، دي اسمها القاعده الكبرى ودي القاعده الصغرى، وده ساق وده اسمه ساق. شكل رباعي فيه ضلعان فقط متقابلان متوازيان وغير متساويان في الطول. متوازي الاضلاع هو شكل رباعي فيه كل ضلعين متقابلين متوازيين ومتساويين في الطول. يبقى شكل رباعي اللي هو متوازي الاضلاع فيه زوجان من الاضلاع المتوازيه والمتطابقه. وفي زاويتان حادتان وزاويتان منفرجتان، هنا زاويتان حادتان اهو، وهنا زاويتان منفرجتان. من خواص متوازي الاضلاع كل زاويتين متقابلتين متساويتين في الطول، كل زاويتين متقابلتين متساويتين في القياس. يعني مثلا لو قلت ده ألف ب ج د، قياس زاويه ألف بيساوي قياس زاويه ج، وقياس زاويه ب بيساوي قياس زاويه د، وقياس زاويه ألف زائد قياس زاويه ب 180 درجه، كل زاويتين متتاليتين مجموعهم 180 درجه متكاملتين، وكل زاويتين متقابلتين متساويتين في القياس. الطائرة الورقية، الشكل قدامي ده طائرة ورقية، شكل رباعي فيه زوجان من الأضلاع المتجاورة والمتطابقة، يعني كل زوجين جنب بعض بيكون طولهم زي بعض، اسمها طائرة ورقية يا أولاد. القطعة دي زي القطعة التانية، والقطعة اللي هنا زي القطعة دي، إنما لو الأربع أضلاع كانوا زي بعض والقطرين كانوا متعامدين كان هيكون اسمه معين،
هندرسه دلوقتي تحت اهو. تعالوا نكمل الاول المستطيل. المستطيل هو متوازي اضلاع في كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول واحدى زواياه قائمه. خواص المستطيل هو متوازي اضلاع جميع زواياه قائمه وقياس كل واحده منهم 90 درجه. لهم خط تماثل، اتنين خط تماثل. خط التماثل للمستطيل بنيجي نرسمه بالمسطره، نرسم بالمسطره كده. لو عايزين نعمل خط تماثل للمستطيل بنرسم من النص هنا خط وهنا ايه الخط الثاني. خد بالك القطران ليس خطوط تماثل، يعني الاقطار ما بتكونش خطوط تماثل. ليه؟ لان الاجزاء لما تيجي ترسم القطر كده الجزء اللي هنا والجزء الثاني ما ينفعش نتنيهم على بعض، فالقطر ليس خط تماثل. واحنا قلنا بعد شويه ومن شويه يا اولاد ان خط التماثل ده عباره عن مستقيم بيقسم الشكل الى شكلين متطابقين بعد الطي. يعني الضلع ده خط تماثل. ليه؟ لان لما تتني الجزء ده على ده هيتطابقوا على بعض. طيب تعال نشوف المعين يا اولاد. المعين هو متوازي اضلاع جميع اضلاع متساويه في الطول. يبقى تعريف المعين هو متوازي اضلاع فيه كل ضلعين متجاورين متساويين في الطول. القطران متعامدان، ده اسمه قطر. القطر عباره عن قطعه مستقيمه تصل بين كل راسين متقابلين، ده قطر وده قطر. القطران متعامدان في المعين وغير متساويان في الطول. انما الاضلاع الاربعه متساويه، يبقى جميع اضلاع متطابقه متساويه في الطول يوجد به زاويتان حادتان وزاويتان منفرجتان. برضو يا ولاد كل زاويتين متقابلتين متساويتين في القياس، وتاخد بالك ان القطر بينصف زاويه الراس الى زاويتين متساويتين في القياس. القطر بينصف الزاويه دي زاويتين متساويتين، كل واحده بتساوي التانيه. طيب تعالوا بقى نشوف المربع ونتكلم عن خواصه. المربع فيه خواص المعين وخواص المستطيل مع بعض. عشان كده المربع يا اولاد هو متوازي اضلاع في كل ضلعين متجاورين متساويين في الطول واحدى زواياه قائمه. يعني اي زاويه من الزوايا اللي عندك قياسها 90 درجه والاضلاع الاربعه متساويه. يبقى من خواص المربع هو متوازي اضلاع جميع اضلاع متطابقه متساويه في الطول وجميع زواياه قوائم قياس كل زاويه ب 90 درجه وله اربع خطوط تماثل. المعين له اثنين خط تماثل، المستطيل له اثنين خط تماثل. تمام كده؟ يبقى خطوط التماثل المستطيل اثنين والمعين اثنين، اثنين واثنين اربعه يكون المربع. المربع بياخد خواص المستطيل وخواص المعين مع بعض. كذلك بالنسبه للاقطار يا اولاد، بالنسبه للمعين القطران في المعين بيكونوا متعامدان ومتساويان في الطول وينصف كل منهما الاخر، ده اسمه قطر يا اولاد. والقطر عباره عن قطعه مستقيمه بتصل بين راسين متقابلين. طيب سؤال اكمل ما ياتي. تعالوا نحل الاسئله اللي معانا اللي تحت، في اسئله مهمه اكمل اهيت. بيقول لي اكمل ما ياتي صفحه 127. الشكل الرباعي الذي فيه اربع اضلاع متطابقه متساويه في الطول وجميع زواياه قوائم، ده مربع يا اولاد. المربع خد بالك من حاجه مهمه، لما يقول لك خصيتين مع بعض تقول مربع. طب لو قال لك شكل رباعي اضلاع الاربعه متطابقه وسكت كده هتقول لي هو المعين. لو قال لي شكل رباعي جميع زواياه قوائم وسكت ما كملش يبقى ده مستطيل. لكن لما يقول الخصيتين مع بعض ده هيبقى مربع. يبقى مربع هو متوازي اضلاع احدى زواياه قائمه وفيه كل ضلعين متجاورين متساويين في الطول، او هو شكل رباعي اضلاع الاربعه متطابقه وجميع زواياه قوائم، ده المربع. طيب الشكل الرباعي الذي جميع زواياه قائمه وفيه خط تماثل واحد على الاقل، مين هو الشكل الرباعي الذي جميع زواياه قوائم؟ ده المستطيل. طيب بيقول لي يوجد فيه خط تماثل واحد على الاقل، شكل رباعي يا اولاد جميع زواياه قائمه وفيه خط تماثل واحد على الاقل. ها ركز معايا كده. المربع يا اولاد جميع زواياه قائمه، ها، والمستطيل كمان جميع زواياه قائمه. يبقى اقول له المربع وايه او المستطيل. يعني هقول لك من الشكل ليه اربع اضلاع وزواياه قوائم، هتقول المربع او المستطيل. طيب الشكل الرباعي الذي جميع اضلاعه متطابقه، ممكن يبقى المربع او المعين. اقول له المربع او المعين. تمام، شكل رباعي جميع اضلاعه متطابقه مربع او معين، شكل رباعي جميع زواياه قوائم مربع او مستطيل. هنا بقى بشرح خطوط التماثل يا اولاد، ركز معايا عشان هتحفظوا. متوازي الاضلاع ليس له خطوط تماثل، عدد خطوط التماثل صفر، المستطيل اثنين. بيترسم ازاي؟ خد بالك من طريقه الرسمه. خط التماثل اهو، خط التماثل. المربع ليه اربعه اللي هو الاقطار، القطرين والخطين اللي بالطول اللي هو ده والخط اللي بالعرض. بالنسبه للدائره عدد لا نهائي من خطوط التماثل. المعين اثنين خط تماثل، شبه منحرف متساوي الساقين ليه خط تماثل واحد. خد بالك كل من المستطيل والمعين والمربع تعتبر متوازيات اضلاع.
المربع هو مستطيل أضلاعه متجاورة متطابقة، وهو معين به زاوية قائمة أيضا. يعني يا أولاد بقول لك المربع، خد بالك المستطيل إمتى يتحول يبقى مربع؟ المستطيل هيبقى مربع لو كانت أضلاعه متساوية. مش المستطيل أضلاعه مش زي بعض، كل ضلعين متقابلين متساويين. طيب المستطيل لو كانت أضلاعه متجاورة متطابقة هيتحول يبقى مربع. كذلك المعين إمتى يبقى مربع؟ ها، لو كانت زاوية قائمة. ها، يبقى المربع هو معين احدى زوايا قائمه، والمربع هو مستطيل في كل ضلعين متجاورين متساويين في الطول. هنا علاقه يا اولاد بتصنف الاشكال مع بعض شبه المنحرف اهو. هنا المربع المعين المستطيل متوازي الاضلاع المثلث الرقيق، هنا اشكال هندسيه بها اضلاع غير متوازيه، هنا اشكال هندسيه بها اضلاع ايه متوازيه. تمام، زي شبه المنحرف ممكن يبقى فيه طبعا في ضلعين بيوازوا بعض وضلعين تانيين مش بيوازوا بعض، يبقى الشكل تاخد بالك من الايه من الشكل ده، ده تصنيف الاشكال الهندسيه باستخدام مخطط فين، فتاخد بالك منه عشان لو جالك اكمل تقدر ان انت تعمل العلاقه دي وتحفظها كويس جدا. طيب السؤال مهم تحت يا اولاد، اذكر انواع الزوايا في كل من متوازي الاضلاع. انواع الزوايا ايه؟ انا متوازي اضلاعهم يوجد فيه زاويتان حادتان وزاويتان منفرجتان. المربع جميع زواياه قوائم. المعين يوجد فيه زاويتان حادتان وزاويتان منفرجتان. المستطيل يوجد جميع الزوايا به قائمة، جميع زوايا قوائم. تمام، تعالوا نشوف تدريب معانا من كتاب الأضواء اهو. كمل الصفحة طبعا يا ولاد احنا شغالين فيها الوقت صفحة ايه 129. ماشي، تعالوا نحل التمارين كده في الكتاب. اذكر انواع الزوايا. هنا زاوية قائمة منفرجة، دي زاوية منفرجة، وهنا زاوية ايه حادة، حادة، وهنا منفرجة، منفرجة، هنا برضه ايه حادة، زاوية حادة. اكتب اسم الشكل والخواص. ده اسم متوازي اضلاع، ده متوازي اضلاع، وهنا مستطيل، وده اسم معين. حاجات بسيطة خالص اهي يا ولاد. والشكل اللي بعده ده مربع. مفهوم يا اولاد؟ هنا التمارين معانا اهي على الشمال، هتكملها تكتب الخواص من الشرح اللي انا قلته دلوقتي، تكتب كل الخواص اللي عندك دي. الصفحه اللي بعدها تلاحظ الاشكال الهندسيه ثم اختر الاجابه الصحيحه. يصنف بي وايه في فئه مشتركه واحده هي، يعني بي وايه هل خماسي الاضلاع ولا مضلع رباعي؟ البي والايه دي لهم اربع اضلاع، يبقى ده مضلع ايه رباعي. فاهمين؟ يعني يقول لك عايز تصنف حسب ايه، ها ايه وبي، ايه العلاقه اللي بتربط بينهم؟ ان الاضلاع هنا اربع اضلاع وهنا اربع اضلاع، يبقى ده ايه مضلع رباعي. بنختار الاجابه بتاعتنا اللي هي رقم 3. ماشي، يبقى يصنف الشكل A و B ان هو مضلع ايه رباعي. طيب فئه مشتركه بين الاي والسي، ايه المشترك بين الاي والسي؟ بص كده اي اهو وسي، فين اي؟ الى اي اهو، فين اي؟ اهو وسي. ها، هل فئه مشتركه؟ هل شكل رباعي؟ هل شكل ثلاثي؟ هل في زاويه قائمه؟ هل غير مضلع؟ السي والاي، مركز على السي والاي، السي ده والاي، ها فيهم زاويه قائمه صح؟ يبقى العلاقه او الحاجه اللي احنا ملاحظينها يعني المشتركه بينهم ان فيهم زاويه قائمه. طيب الفئه المشتركه بين السي والدي، يلا حبيبي بص كده، ادي السي اهو اهو والدي اهو، ايه العلاقه المشتركه بينهم؟ ها، هل زاويه قائمه؟ هل زاويه منفرجه؟ هل الاضلاع المتجاوره متساويه بين السي والدي؟ يبقى أيوه. السي والدي هناخد الاضلاع المتجاوره متساويه، لان ده مربع واضلاع متساويه وده معين اضلاع متساويه. طب الاشكال اي وسي ودي، اي وسي ودي، بص كده اي وسي ودي، ده هم الثلاثه، ده هم ايه المشترك بينهم؟ هل زوايا قائمه؟ فيهم كلهم زوايا قائمه؟ لا. هل هم مضلعات؟ هو طبعا مضلعات، ده مضلع وده مضلع وده مضلع، يبقى الفهم الاسئله جديده خلاص، دي كلها اسئله مهمه مضلعات، حاجات عايز افهم بس يعني. طيب الفئه المشتركه بين السي والبي، بص كده الرسمه، السي والبي ها ملاحظ بينهم ايه؟ كم زاويه قائمه؟ 1 2 3 4 في المستطيل، وهنا المربع طبعا في اربع زوايا قائمه، يبقى المشترك بينهم ايه؟ اربع زوايا قائمه. هاخد الاجابه اللي هي 1 دي شايفينها على الشمال، اختار ايه؟ اربع زوايا قائمه. تمام؟ طب الفئة التي تجمع بين الأشكال A و B و C و D و E كلهم مع بعض، A B و C و D و E إنهم مضلعات، ناخد الإجابة بتاعتنا مضلعات.
طيب هل كلهم اضلاعهم متوازيه؟ تعالى نقرا كده الاولى جايز تنفع. طبعا هم اشكال رباعيه ولا لا؟ لا مش هينفع لان في مثلث. يبقى انا مش هينفع اخد اشكال رباعيه وهاخد مضلعات فقط. طيب السؤال رقم 5 بقى بيقول لي صنف الاشكال الهندسيه باستخدام مخطط فين الاتي. عايزين نجيب شكل هندسي في زاويه قائمه واحده على الاقل وشكل هندسي به زاويه حاده او زاويه منفرجه على الاقل. بص معايا كده وركز عشان نوزع مع بعض كويس التصنيف ده. عايزين نصنف يا اولاد شكل هندسي ايه المشترك. عايز اجيب شكل هندسي فيه زاويه قائمه على الاقل وشكل هندسي فيه زاويه حاده او زاويه منفرجه على الاقل. مين هو شكل هندسي فيه زاويه حاده على الاقل وشكل هندسي طبعا زاويه حاده او زاويه منفرجه على الاقل؟ طبعا هو مين؟ ها اللي هو ايه يا اولاد؟ المثلث. يعني المثلث ده فيه زاويه قائمه اهو وفيه زاويه حاده على الاقل. يبقى هناخد ايه العلاقة رقم 4 تتكتب هنا. طب شكل هندسي فيه زاوية قائمة واحدة على الأقل اللي هو مين؟ المستطيل صح؟ وإيه تاني؟ وده؟ رقم 5 ينفع برضه مشترك. في زاوية قائمة وزاوية حادة أو زاوية منفرجة على الأقل. الزاوية الحادة القائمة هيت واحدة على الأقل. لا المنفرج مش هينفع لأن في زاويتين قائمتين أهو. يعني هنا إيه وعايز زاوية واحدة على الأقل. هنا على الاكثر 2 يعني اقل حاجه يبقى زاويه واحده ايه قائمه. دي 2 مش هتنفع فاهمين. فناخد الخمسه هنا اللي هي الشكل ايه زاويه واحده على الاقل. مش هينفع ان احنا ناخد ايه الخمسه فاهمين. شكل هندسي بيه زاويه قائمه واحده على الاقل مش هينفع نكتب هنا ايه الخمسه دي هنحذف. احنا عايزين اقل تبقى فيه زاويه قائمه. طيب شكل هندسي بيه زاويه حاده او زاويه منفرجه على الاقل مين نقدر نكتبه؟ ده هيتنقل هنا. شكل هندسي فيه زاويه حاده او زاويه منفرجه على الاقل اللي هو شبه منحرف القائم الزاويه. في زاويه حاده واحده وزاويه منفرجه واحده. تمام؟ طب شكل هندسي فيه زاويه قائمه واحده على الاقل. اقل حاجه طبعا دخلنا الاربعه. طيب حاجه ثانيه يا ولاد؟ مفيش حاجه ثانيه يا مستر. صح؟ ليه؟ لان انت عندك المستطيل كل زواياه قوائم. يبقى ناخد هنا العلاقه 3 وهنا 4 وهنا 5. في الاخر هنا 3 اهي شايفين وهنا 4 وهنا ايه هنا 5. شكلان اكمل ما ياتي واقول لي شكلان رباعيان الفئه الفرعيه المشتركه بينهما هي اربع زوايا قائمه. ها مين هما الاربع زوايا قائمه في الاول وفي الثاني؟ في شكل خدناه الوقت يا اولاد. ها مين ليه اربع زوايا قائمه؟ اسمه مربع او مستطيل. اقول المربع او ايه المستطيل. المستطيل. طيب شكلان رباعيان الفئة الفرعية المشتركة بينهما زاويتان حادتان وزاويتان منفرجتان هما. ها المعين صح؟ فيهم زاويتين حادتين وزاويتين منفرجتين. وإيه تاني؟ مين تاني ليه زاويتين حادتين وزاويتين منفرجتين؟ ها فاكر الطائرة؟ اللي هي الطائرة الورقية اللي إحنا خدناها كان فيها زاويتين حادتين واتنين منفرجتين. وإيه تاني؟ وعند متوازي الأضلاع كمان أهو. متوازي الأضلاع فيه زاويتان حادتان وزاويتان منفرجتان. نقول هنا متوازي الأضلاع. خد لك الأسئلة دي مهمة جدا. ها سهلة ولا صعبة؟ تاني فيه زاويتين حادتين ومنفرجتين تقول له معين وإيه؟ متوازي الأضلاع. الأشكال الرباعية الفئة العامة واشترك فيها كل من نقط ونقط ونقط ونقط. ها إيه هي الفئة العامة؟ لهم أربع أضلاع. هتقول مثلا مربع مستطيل معين متوازي الأضلاع شبه منحرف الطائرة الورقية. فهمتوا يا ولاد الفئة الأساسية اللي هي الفئة العامة؟ يبقى تكتب إيه؟ معين. تكتب بقى بإيدك يلا. ها معين مربع مستطيل متوازي أضلاع شبه منحرف مثلث. الفئة العامة اللي هي مضلعات يعني لهم إيه؟ كلهم أضلاع. دي اسمها فئة عامة. في عمل كلهم مضلعات او تقول الطائره الورقيه كمان. طيب شكل رباعي الفئه الفرعيه له هي زوج واحد فقط من الاضلاع المتوازيه. مستر ممكن اسال سؤال في السؤال اللي فوقه؟ هو بيقول لك الاشكال الرباعيه في الفئه العامه. الرباعيه مش المثلث. يبقى رباعي بمثلث. ممتاز هنشيل المثلث طالما قال لك اشكال رباعيه. يبقى مش هنشيل. يبقى هنشيل مين؟ المثلث ونكتب مكانه طائره ورقيه. ممتاز جدع طائرة ورقية. نشطبها ونكتب الطائرة الورقية. طيب شكل رباعي الفئة الفرعية. أيوة كويس جدا ركز معايا. شكل رباعي الفئة الفرعية له هي زوج واحد فقط من الأضلاع المتوازية. ها
في زوج بس من الاضلاع المتوازيه، ده اسمه شبه منحرف. شبه منحرف شكل رباعي فيه ضلعان فقط متوازيان، يبقى ده اسمه ايه؟ شبه منحرف. شبه منحرف. طيب شكل رباعي الفئه الفرعيه له هي زوجان من الاضلاع المتوازيه. ها، في زوجان من الاضلاع المتوازيه، زوجان مش زوج واحد، زوج واحد قلنا شبه منحرف، لكن زوجان بقى تقول عادي، ها، متوازي الاضلاع، يبقى شكل رباعي الفئه الفرعيه له هي زوجان من الاضلاع المتوازيه هو متوازي الاضلاع. فهمت كده؟ طيب رقم 6 بيقول لي يعتبر نقط متوازي اضلاع له اربع زوايا قائمه واضلاع متجاوره غير متطابقه. نقط متوازي اضلاع له اربع زوايا قائمه، مين هو؟ مين ليه اربع زوايا قائمه وزوايا واضلاعه غير متطابقه؟ ده اسمه ايه؟ المستطيل. المستطيل، يعتبر المستطيل متوازي اضلاع له اربع زوايا قائمه واضلاع متجاوره غير متطابقه. طب نقط يعتبر هو متوازي اضلاع له اربع اضلاع متجاوره متساويه في الطول، المربع. ها، ركز كده، ركز، اربع اضلاع متساويه في الطول، ما قالش وزوايا قوائم، هو قال خاصيه واحده هنا. هو المعين فعلا اضلاع المربع فعلا اضلاع متساويه وكمان زوايا قوائم، تمام، لكن المعين هنا قال خاصيه واحده بس، يبقى احنا هنقول هنا المعين، المعين هو متوازي اضلاع له اربع اضلاع متساويه في الطول، دي تحفظها كويس جدا، يبقى المعين، ماشي، فهمت. والمستطيل له اربع اضلاع متساويه في الطول. نقط هو مستطيل له اربع اضلاع متساويه، لا ده تعريف المربع برضو، يبقى المربع هو ايه؟ هو مستطيل له اربع اضلاع متساويه، يعني المستطيل لما اضلاعه الاربعه تبقى زي بعضها هيتحول يبقى مربع. كذلك المربع هو معين له اربع زوايا قوائم. شفت التعريفات دي مهمه جدا. تاني، المعين هيبقى مربع امتى؟ لو كان ليه اربع زوايا قوائم، مش المعين كده؟ لو الزوايا دي بقى بقت قائمه، الزاويه اللي هنا واللي هنا واللي هنا، انعكست يعني، لو الزوايا يعني، لو قلنا فيها حاجه ناقصه كملنا الحاجه الناقصه، عشان كده المربع هو معين ومستطيل مع بعض. يعني المربع هو متوازي اضلاع احدى زوايا قائمه وفيه كل ضلعين متجاورين متساويين في الطول، تمام؟ المعين هو متوازي اضلاع له اربع اضلاع متجاوره متساويه في الطول. المستطيل هو متوازي اضلاع له اربع اضلاع، اربع ايه؟ زوايا قائمه واضلاعه المتجاوره غير متطابقه. يبقى استفدنا ايه من الكلام ده كله يا اولاد؟ ها، ابتدينا نراهم مع بعض. المربع هو متوازي اضلاع احدى زواياه قائمه وفيه كل ضلعين متجاورين متساويين في الطول. المستطيل هو متوازي اضلاع احدى زواياه قائمه، معايا؟ وايه تاني؟ المعين متوازي اضلاع فيه كل ضلعين متجاورين متساويين في الطول. طيب المربع ممكن اقول هو مستطيل، المربع هو مستطيل جميع اضلاعه ايه؟ ها، اهي المربع مستطيل له اربع اضلاع متساويه في الطول، يبقى المستطيل لو ليه اربع اضلاع متساويه في الطول هيتحول يبقى مربع، والمعين لو كان ليه اربع زوايا قوائم هيبقى مربع. فهمت؟ طيب تعالوا نكمل. بيقول لي استخدم المخطط، اقرا كده، اقرا يا حبيبي. استخدم قائمه الاشكال الاتيه، الاتيه اشكال رباعيه، تمام، المخطط، وتذكر التسلسل الهرمي يبدأ الأكثر عموما الأكثر تحديدا. أشكال رباعية، هنا أنواع الأضلاع، زوج واحد فقط من الأضلاع المتوازية، من هو؟ وهنا زوجان متقابلان من الأضلاع المتوازية، طبعا زوج واحد فقط من الأضلاع المتوازية ده اسمه إيه؟ شبه منحرف. منحرف. طب زوجان متقابلان من الأضلاع المتوازية، متوازي الأضلاع. تاني، زوجان متقابلان من الأضلاع المتوازية اسمه إيه؟ متوازي الأضلاع. طيب زوجان من الأضلاع المتجاورة والمتطابقة ده مين؟ ها، زوجان من الأضلاع المتجاورة والمتطابقة، ها، تفهمها؟ يعني زوجان من الأضلاع المتجاورة والمتطابقة، فاكرها؟ اللي هي الطيارة الورق عامله كده، الطائره الورقيه، زوجان الاضلاع المتجاوره والمطابقه، يعني الاثنين دول زي بعض والاثنين دول اطول شويه كده، يبقى الطائره الورقيه، تمام، سهله حبيبي. طيب يلا يا ابني اللي بعده بقى كمل كده.
اربع طيب. زوايا المتوازي الاضلاع لما تبقى اربع زوايا قوائم هيتحول يبقى اسمه ايه؟ مستطيل. مستطيل صح كده. طيب لو في زاويتان حدتان وزاويتان منفرجتان واربع اضلاع متجاوره متساويه في الطول الاربع اضلاع متجاوره متساويه في الطول هيبقى اسمه ايه؟ شكل الطائره. لا يعني هيبقى اسمه ايه بقى لما تبقى الاضلاع كلها معين المعين. تمام. لكن الطائره الورقيه فيها زوجان من الاضلاع المتجاوره والمتطابقه. طب لما تبقى اربع زوايا قائمه واربع اضلاع متطابقه هيبقى اسمه ايه؟ مربع. مربع. تمام. يبقى المربع هياخد الخواص مع بعضها. مفهوم كده يا اولاد؟ طيب سؤال فكر يلا حبيبي تحت كده. يمكن ان تنتمي الاشكال الهندسيه الى اكثر من فئه فرعيه واحده، اشرح ذلك بمثال. ركز معايا. زي الفئه الفرعيه زي ايه مثلا؟ لو اتكلمنا على الزوايا القوائم اقول له المربع والمستطيل. المعين غير زاويه غير قائمه. انت ممكن تتكلم عن المربع وعن المستطيل، تقول المربع والمستطيل الزوايا قوائم في المربع والمستطيل. طيب وايه تاني؟ ولهم اربع اضلاع، هنا اربع اضلاع وهنا اربع اضلاع. طيب ممكن ان انا اتكلم عن حاجه خاصه او يعني في تشابه بينهم المعين والمربع، بنتكلم ان الاضلاع بتكون متساويه في الطول في المربع والمعين، الاضلاع بتكون متطابقه في المربع والمعين. مفهوم؟ تمام. ومتوازي الاضلاع يعني المربع هو متوازي الاضلاع، ها احدى زوايا قائمه واضلاع الاربعه متساويه في الطول. المعين هو متوازي الاضلاع، اضلاع الاربعه متساويه في الطول. المستطيل هو متوازي الاضلاع احدى زوايا قائمه. تعال نشوف التطبيق اللي بعده. اقرا ثم اجب وافق او لا اوافق. تقول ندى ان الفئه الفرعيه المشتركه بين المربع والمستطيل هي مضلع به اكثر من خط تماثل، هل توافقها ام لا؟ دي فئه فرعيه مشتركه. لا اوافق. ليه؟ لان خط التماثل ليست فئه ايه؟ ليست فئه فرعيه مشتركه. نكتب مع بعض كده يا اولاد لا اوافق. السبب لان الفئه الفرعيه تكون عباره عن زوايا قائمة أو حادة أو زاوية حادة أو قائمة أو منفرجة، أو تكون عبارة عن عدد الأضلاع. اسمها فئة فرعية. أنت تيجي تتكلم عن فئة فرعية بتتكلم عن عدد الزوايا، نوع الزاوية، زاوية حادة أو قائمة، يعني شكلين بيشتركوا مع بعض. فئة فرعية من الزوايا قائمة في الأول والتاني، لأن هنا الأضلاع متساوية، هنا أربع أضلاع كده. لكن ما ينفعش إن احنا نتكلم عن الفئة الفرعية خط تماثل. هو ممكن يجي لي شكل زي ده، شكل بيضاوي كده مثلا ليه خط التماثل واحد، ويجيب لي شكل تاني عندك بالمنظر ده اهو مربع. هل بقى اقول او منظر زي ده مثلا مستطيل ليه خطين تماثل، هل اقول فئه فرعيه ان هنا ليه خط تماثل وهنا خط تماثل؟ على الاقل لا طبعا ما ينفعش. يبقى الفئه الفرعيه المشتركه بين المربع والمستطيل هي مضلع به اكثر خطوط تماثل. إجابة خاطئة. طب إيه الفئة الفرعية المشتركة بين المربع والمستطيل؟ الزوايا الأربع قوائم. الفئة الفرعية المشتركة بين المربع والمستطيل تقول له الزوايا الأربع قوائم، دي الفئة المشتركة بينهم، إن الزوايا الأربع قوائم. وإيه تاني؟ والمربع والمستطيل مضلعات أشكال رباعية، لكن ما ينفعش أقول هي مضلع به أكثر من خط تماثل. يبقى الفئة الفرعية المشتركة بتكلم عن الزوايا واتكلم عن الأضلاع. في اختبر بنفسك ده، هنحل واجب يا أولاد إن شاء الله على الإيه؟ على التمارين اللي إحنا خدناها النهاردة، تحل المسائل دي كلها. التمارين معاك أهي موجودة، انقلها وحلها عندك. صفحة 132.